السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. سنتناول إن شاء الله مقتطفات من الكتاب الرائع أسئلة شائعة حول الحجامة، ومئة سؤال وجواب، ومئة وعشرون قاعدة مهمة. قواعد تتعلق بالتشريط: يجب أن يكون التشريط خفيفا وسطحيا وغالبا لا يؤلم. أفضل أنواع المشارط وأقربها للسنة موس الحلاقة. يجب اختيار موس جديد يستخدم لأول مرة ولا يستخدم بعدها. يجب التخلص من الموس بعناية وبحيث لا يؤذي أحد. كلما كان الموس رفيعا ودقيقا كان الأفضل. كلما كان التشريط سطحيا مخرجا للدم كان أفضل. طريقة مسك الموس تختلف من شخص لآخر، والأفضل غرز مثلث طرف الموس بعناية. عند الشعور بعدم إحداث الموس للتشريط أو صوت خدش فيجب عندها استبدال الموس. إذا لم يتبزغ الدم عند وضع الكؤوس فارغة فيجب زيادة ضغط الموس على البشرة لاستخراج الدم. لا حد معين لعدد الشرطات. التشريط الصحيح هو أساس العلاج وهو خير من استخراج الأخلاط، لا كما يظنه الكثيرون. لا تصلح الإبرة كأداة تستخدم للحجامة، لأن الحجامة علاج بالتشريط لا بالوخز. أماكن الحرق من الجلد أو مواضع الكي: غالبا تكون البشرة متيبسة ومتينة، فيبتعد الحجام أثناء التشريط بقدر الإمكان عنها، وإذا اضطر لذلك فلا مانع من الاقتراب منها وحتى وضع التشريط عليها، ولا مضاعفات سلبية مطلقا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.